فوق مقدارها من قدر نوتاس تمد النوق مقدارها من رذها النهار العز ورجال الفعل من ذي قدم ذي مفالها وذي دارها حنا عرب حافظي نسلو من والصل سلو من العامرة ما يطرح شعارها نور حقيقة هنا سعدنا حقيقة بالجلسة في العصر ثم الجلسة عندكم في البيت في ضيافتكم. مرحبا بك حياك الله. الله يبقيكم. الله يحييك. طبعا معنا موسى ودنا ناخذ علومه من السوق. موسى مرحبا بك بالخير. مساك الله بالنور حياك الله. عطنا علوم السوق وعطنا علوم البيع والشراء وعطنا علوم انطباعاتكم بعد هالحقيقة الاهتمام من نادي الإبل. أول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله جل جلاله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن ينصر جنودنا البواسل في الحدود وأن يبعد الغمة عن هذه الأمة. وثانيا الحلال طبعه في الساحل طيب كله بصفة عامة، ما نبخص حق أحد ولا نقول في حق أي صاحب حلال في أي شيء، أنا الحلال طيب عن أصحابه وما صفة الحلال بشكل عام في الساحل فوالله حاجة ما توقعها. ويمكن أنت من اللي حضروا ومشوا أبو سيف في الأرض صحيح. اللي شفتوا الحلال هذا كله ما يجي حتى الربع وفي رجاجيل باقي عندها حلال والحلال موجود. والحاجة الثانية صفة السوق، السوق تبغى تعرف ايش عنه بالضبط؟ اعرف اسعاره، ابغى اعرف توقعاتكم بعد اهتمام نادي يلبل وبعد ان شاء الله المهرجانات اللي بتجي مقبلين عليها. توقعاتنا اول الحلال عندنا بصفة عامة. نعم. اصحاب الحلال الحاجة اللي عليها الكلام ما طلعوها. ما طلعوها كيف؟ زي ما تقول متدخرة. كيف متدخرة؟ الحاجة الطيبة اللي عليها الكلام ما طلعت للآن. ليه؟ الله اعلم. محتفظين يمكن ما حصلوا شيء يشجعهم، واذا طلعت في ناس في الديره مشجعين وراح يعني في حلال افضل من اللي شفنا واللي صورنا. الحلال اللي شفتاه طيب ولا في شيء، لكن اصحاب الحلال اللي شفتاه ما في ولا واحد منهم نقو ولا حاجه وبيطلع السوق. لو بيطلع السوق كل الحلال اللي شفتاه كل حاجه بتاخذ حقها. الرجاجيل عندها حلال صحيح، في الناقة اللي بتصل 30 وفي الناقة اللي بتصل 40 وفي الناقة اللي بتصل 50 ما شاء الله. لكن هذا وقت ايش؟ وقت ما يجيك مزاين ووقت ما يجيك حماس ويجيك تحدي صحيح. انا اتكلم لك فالبل عندي من البل 5 روس طيب، ابل كثيرة ما عندي وخمس روس شاريها مشترى لكن من المشجعين ومن الداعمين واول مشارك في المزاين بتشري؟ لا ايوه بشري نعم. حلو. واليوم الان في بعض الحلال أو في بعض الرعاية لو بأمشي وبنتقي الحين بشري وبشري حتى بخمسين ألف والله ما شاء الله. حلو حلو. بس طيب. بشري الحاجة اللي تدخل في مزاجي ومزاج أي واحد وأطلع بها هنا في المنطقة وخارج المنطقة. أحسنت. طيب أنت شاعر يا موسى، قلت في الخمس شيء ولا في... والله شاعر ما هو شاعر، خاطرة كذا يعني تجي أحيان هنا أبغى خواطر. واليوم لما ندق علي عمي علي واخوانه حقيقه الحاضرين كلهم غاليين عندي، لكن الجماعه هذول احنا وهم اهل وعرب واحدين صحيح. كنت في ظرف انا والشاعر احمد القوزي وعندي حراج برضه وجاي يبغى. وين الشاعر احمد القوزي؟ وينه؟ في حلي. ما جانا ولا شفنا. والله ما جاء، مرتبط بشغل وجاء عازم ناس شراله قعود. قلت يا ولد انا مرتبط عند رجاجيل، عاد اعطيته بعض من القصيده وهو تم عليها. حلو. ما اتقولها واقول انها لي انا لحالي، لا والله، لو يمكن ثلثين هو فيها. انتوا يا شعار تساعدون؟ مشي الحال يعني. احسنت. والقصيده تعبير لكم انتم عندنا اول كضيوف. الله يطول عمرك ويسلم. وترحيب بكم وجماعتي فيهم اللي احسن مني واللي اكبر مني وكلهم على راسي، لكن انا بصفتي صغيرهم واخدمهم. وافين جاك تسلم.
القصيدة يقول يا أبو سيف: هلا مرحبا يني لهم عندنا ميقاف رجال لها في الطيب والجود مارية، تعنى وزاع وما شكوا تعب وكلاف، وبعد المسافة ما قصرهم عن الجية. هلا مرحبا ونقولها من صدور نضاف، وضيف المحبة والمواجيب يا حية، له الحب والتقدير والسعد والمضياف، وصحاف الدسامة والعطاء والكرامية. أبو سيف من رؤوس الدواسر ومن عراف، رجال تدوس الموت في ساعة الهية، نواميسه وجوده تبدأ على المشراف، نواميسه وجوده تبدأ على المشراف، وفي كل مجلس سمعته دائما حية، معاها القناة وصيتها فايق الأوصاف، تبث لنا قناة العساس أفكار عصرية، وصلتم مرباع شايب جودته تنشاف، لو أنه توفى لكن مراجله حية. إذا قلت يحيى بن علي يستهيض القاف، ونظهر مضامين البيوت الحماسية، كريم وكفه حاز كل العلوم وحاف، رجولة وفزعة والمواقف بطولية، وفلبل راعي طيبة ما عليه خلاف، يماري ويتحدى بلبل العويجية. الله الله. من أطيب حلال الدار ما فيه شيء طاف، ومن يقتنيها حاز جاه مالية، وخلفه رجال ونعم فالطيب والأعراف، علي في الكرامة والنواميس مازية، يضيف ويدحم ضيفته في الوقت بالأكتاف، وخطوته سيد وقدم ما هي بمحنية. وإذا قلتم أحمد فأحمد الدرع للمختاف، يسد ويرد وإذا وقف مخلف النية، وحمد راعي كلمة وسمعه وراعي إنصاف، سوات الجبل يا مطلب الحي يا مطيب الحيد والفية، وتلقى حسين إن في زمانك سنين عجاف، يوقف معك وقفات من صادق النية. ويا مرحبا أبدي بها عني وعن أخواني وعن قبائلي باسم من لهم في الوقت هيبة ومارية. سلامتكم. صح حسانك، صح حسانك، وجهك أبيض. عطوه تحية يا الربع، عطوه تحية. دقيقة بس. تباشر الساحل وغربي مقر الزحل، من عقب قوم المزاين بثت أخبارها، ساقل بشاير كريم جعل عمره يطول، الشيخ بسيف مردها ومصدارها، والبلها قدر غالي عندنا ما يزول، من قدرنا تستمد النوق مقدارها، من قدرنا تستمد النوق مقدارها. حياكم الله، مرحبا وسهلا، حي من جاء. الله يبقيك ويسلمك ويحييك. الله يبقيك. تفضل.